راديو نيل. في فكان يا حظ لسه معانا الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ وليد يوسف، منورنا في فكرني يا حظ. هنبدأ بقى نشوف الحظ فاكره ولا لأ، وتبدأ تختار من البوكس اللي معانا تختار. أنا النهاردة يعني أنا دايما مع الكتاب والمفكرين ما بحبش أجيب البوكس بتاع المعلومات العامة والأسئلة بتاعت المعلومات العامة، وبركز في حياتهم عشان أستغل كل الدقايق المتاحة في هذا البرنامج علشان نعرف أكبر قدر من أفكارهم وتوقف عند أكبر قدر من أعمالهم. هذا البوكس فيه مجموعة من الأسئلة متعلقة بتقريبا كل شغلك. تعال نشوف البوكس هيديك أول سؤال إيه تختاره. احكي لنا عن قصة التعاون عشان انا كبير نور الشريف في مسلسل الديلي. احكي لنا عن قصة التعاون مع النجم الكبير نور الشريف في مسلسل الديلي. انا عارفة انه ما كانش عاوز الاول الديلي، كان عاوز يعمل حاجة متاخدة من عمل ادبي. هو الفكرة اساسا انه كان في مشروع فيلم سينما. كان هو عامل مشروع مع احدى القنوات العربية انه يعمل 10 افلام بيسموها له بادجت. تكلفة الفيلم ساعتها في وقتها كان 250,000 جنيه. بيقدم كاتب جديد، مخرج جديد، بيجيب بطل واحد بس معروف في الفيلم والباقي بيدي فرص لممثلين جداد. كان مشروع عظيم في كل المناحية يعني. وانت كنت كاتب فيلم انا عارفة، وقال انا عايز اشوف اللي كاتب الفيلم ده بالزبط. مش كده؟ انت معاكو كل كل الاخبار بتاعتك عندي. بالزبط. فحصل انه بعد كده لما قرأه وقال انا اشوفه بتاع، غير خالص السيستم وقال انا هخرج الفيلم ده وهمثله. وعمل ميزانية للفيلم الواحد وحوالي 2 مليون الا ربع. العشر افلام كانوا 2.5 مليون، فالفيلم ده الواحد وقتها كان تكلفته 2 مليون الا ربع. فصاحب المحطة قال له احنا متفقين على الاتفاق وحاجة زي كده، فقرر ان هو ينتجه لنفسه يعني بنفسه. المهم فضل هذا الفيلم حبيس الادراج لغاية ما اتعمل في 2017 بعد 25 سنة بأستاذ محمود حميدة، اللي هو فيلم يوم من الايام. يوم من الايام ده كان المفروض استاذ نور الشريف، ده كان بدايه التعاون او التعارف بيني بالاستاذ نور الشريف الله يرحمه. بس كان من نصيب محمود. طب عبد الحليم حافظ غنى في يوم في شهر في سنه، تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي انا اكبر من الايام. انت بقى كتبت ايه في يوم من الايام؟ كتبت قصه راجل بسيط جدا سواء اتوبيس ما بين المنصوره والقاهره. اولا ده حلم انا حلمته. فقمت كتبته في 5 ورقات. مفروض بيوم الروتيني عادي بيشتغل على الاتوبيس بينقل الناس من المنصوره للقاهره وبالعكس، وهو عنده في الباك جراوند بتاع الشخصيه بتاعته او في الهيستوري بتاعه قصه حب فاشله زمان بسبب ان هو كان ضعيف الشخصيه في وقتها. فبيجي اليوم الصبح ده اللي هو بيبتدي فيه الحدث بتاع الفيلم، بيشوف ولد وبنت، البنت شبه البنت اللي كان بيحبها من 25 سنة أو من 30 سنة يعني وقت ما حب يعني، وبيلاقي ولد تاني عارفة عايز يقرب منها. فالبنت معاهم ماما ملامحها جامدة جدا، فالبنت بتعمل له بتشاوله من بعيد اللي هو ابعد. بيجي يحصل الفضول عنده عايز يعرف ايه الحكاية. البنت بتركب معاه الاتوبيس، الام بتقول له خليها في الكرسي ده لغايه ما توصل. فالبنت بتقعد فبتعيط فبيخليها تيجي تقعد جنبه مكان المرشد وبتاع، بيديها مناديل فبتدي يفهم منها ان الحكايه الولد ده عايز يتجوزها، وهي مامتها جايبه لها حد غني عايش في الخليج وحاجات زي كده. فبيبص في المرايه فبيلاقي الولد بالموتوسيكل ورا الاتوبيس، فبيحس بان الولد ده عنده اصرار ان هو يمشي ورا البنت او يحاول ياخد البنت عكس ما هو كان سلبي زمان. فبيقرر يوقف الاتوبيس وينزل البنت ويطلب منه ان هو ياخدها وراه ويرجع بيها المنصوره ويتحداهم تاني، يتحدى اهلها تاني ويكمل اللي هو ينجح قصه حب اللي هو فشل فيها يعني. يعني كان نور الشريف لو بس للفيلم ده كان هيبقى سواق الاتوبيس لتاني مره. ومع ذلك هو لان التفاصيل مختلفه والحدوته هنا مختلفه، التانيه كانت حدوته ميراث وورشة نجارة اللي هي اساس وعماد حمدي كان طبعا كان فيلم مهم. احلى مشهد ختامي في تاريخ السينما المصرية بموت فيه طبعا، لما مزجته كمان لما نزل نور الشريف يضرب النشال ويضربه تك تك، ومشاهد من مصر وبلادي بلادي والموسيقى التصويرية كمال بكير الله يرحمه. والله يخليه، ما اعرفش كان عايش ولا متوفي. بس انا عايز اقول لك مفارقه بقى، لما جينا نعمل الدالي كان استاذ نور كان مرشح كمال بكير يعمل مزيكه الدالي. هو اللي كان عامل فقلت له عمل ايه؟ فقال لي سألته ده انا بعشق اصلا. فبدات ادور على المزيكه اللي عملها
كمال بكير، فاكتشفت ان هو اللي عامل مزيكة عوضة مواطن بتاع يحيى الفخراني، وعامل مزيكة خرج ولم يعد ليحيى الفخراني. فراجل متنوع. مين اللي عمل اغنية الدالي؟ اللي عمل اغنية الدالي كلمات ابراهيم عبد الفتاح، والشاعر الكبير ابراهيم عبد الفتاح وصديق عمري، كنا مع بعض زمان ايام العزوبة في شقة مفروشة واحدة انا اهو، قعدنا سنة ونص. وكان الحان زياد الطويل ابن الموسيقار كمال الطويل، وغناء وائل جسار، وغناء وائل جسار، وتوزيع اشرف محروس. نسمع تتر الدالي. يلا.